النهارده ان شاء الله هنبدا التجربه الثالثه معانا في عمل البلد. هنتكلم عن الهوميوستاتيك فانكشن اوف بلد. ده جزء بيتكلم عن تجلط الدم، تجارب تجلط الدم، ده اللي هنبدا فيه النهارده ان شاء الله رب العالمين. مبدئيا كده جزء النظري ده، جزء العملي ده له علاقه بجزء نظري في كتاب القسم من صفحه او في الكتاب بتاعي من صفحه 6 لحد صفحه 12، فالجزء ده هيتذاكر قبل العمل. وبعد ما تخلص العملي هتذاكر جزء الامراض، يعني الشابتر بتاعنا النهارده في العملي قبله هتكون مذاكر من صفحه 6 ل 12، بعده هتذاكر جزء الامراض ان شاء الله. هنتكلم النهارده في جزء العملي، ولما نيجي نراجع المراجعه اللي قبل الامتحان هراجع لك معاها جزء النظري باذن رب العالمين. ايه كلمه هوميوستاتيك فانكشن اوف ذا بلاد دي؟ يعني ايه الاول كلمه هوميوستيزس؟ كلمه هيمو معناها دم، ستيزس معناها نوقف النزيف، اذا كلمه هوميوستيزس معناها كيفيه ايقاف النزيف. مكتوب عندك الديفينيشن بتاع الهوميوستيزس، ده معناها ستوبج اوف بليدنج، ازاي نوقف النزيف فروم انجرد بلاد فيسل، من وعاء دموي مصاب. اول ما الوعاء الدموي بيصاب بيؤدي الى نزيف. الفكره كلها في التجارب بتاعه النهارده ان احنا ازاي هنتكلم الوعاء الدموي بيقوم بدوره في ايقاف النزيف ده، يعني يبدا يعالج الضرر اللي حاصل. وخد بالك الكلمه اسمها اتش اي هيموستيزس، لان في كلمه ثانيه اسمها هوموستيزس اتش او، اللي احنا بنتكلم عنها اسمها الهيموستيزس، دي ايقاف النزيف. انا هعمل لك ملحوظه عندك، في حاجه اسمها الهوميوستيزس الاتش او، اتش او دي معناها كيب انترنال انفايرمنت كونستانت، انك تحافظ على البيئه الداخليه في الجسم ثابته. كلمه هوموستيزس معناها ريجوليشن، معناها تظبيط البيئه الداخليه في جسمك، ان حاجه لو زادت جسمك يقللها، حاجه لو قلت جسمك يزودها، ده اسمها هوميوستيزس. انما اللي بنتكلم عنها النهارده اسمها ايه؟ هيموستيزس. ما تتلخبطش في الاختيارات في الامتحان، هيمو دي بتاعتنا اللي احنا بنتكلم عنها. كنا بنقول اول ما وعاء دموي يصاب ويحصل اصابه بداخل الوعاء الدموي كان بيحصل ميكانيزمات، كنا بنسميها الميكانيزم اوف هيموستيزس. الميكانيزم اوف هيموستيزس دول كان عندهم خمسه. اول حاجه الوعاء لما ينصاب لازم يضيق، فكان بيعمل حاجه اسمها لوكال فازو كونستريكشن. الكلام ده كله نظر يا جماعه، الكلام ده كله من النظري. كان الوعاء بيعمل حاجه اسمها لوكال فازو كونستريكشن، انه يضيق. بعد ما الوعاء يضيق بنيجي نبص نلاقي الصفائح الدمويه جت قعدت على المكان المصاب ده من جوه، فتكون كتله. الكتله دي بنسميها بلاج، بلاج يعني كتله، مكونه من ايه؟ من الصفائح الدمويه، فنسميها بليتلت بلاج فورميشن. يبقى اول حاجه الوعاء لما انصاب عمل فازو كونستريكشن، ثم جه من جوه كون كتله صفائح دمويه سميناها بليتلت بلاد فورميشن. بعد كده الدم يتجلط على الكتله دي نسميها بلاد كواجيوليشن. ثم بعد كده يقول لك تلاقي الجلطه كرمشت، وهرسم لك ازاي دلوقتي، تعمل بلاد ريتراكشن ثم الوعاء يعالج نفسه. لو قلنا ده كده وعاء دموي اهو، ده الوعاء الدموي، الوعاء الدموي ده دلوقتي نورمال. اللي احنا عاوزين نتكلم عنه الوعاء الدموي لو حصل فيه انجري، وبالتالي انا هعمل اصابه في الوعاء الدموي نعتبر ان هو انقطع من هنا كده. اول حاجه بتحصل ايه؟ بتلاقي الوعاء ده لوكال فازو كونستريكشن. المفروض كان الدم ماشي جوه الوعاء، بنيجي نبص نلاقي الصفائح الدمويه اللي موجوده جوه الوعاء جت قعدت هنا كده عند المنطقه دي، فلما قعدت هنا عملت كتله، الكتله دي بنسميها بلاج. هي مكونه من مين دلوقتي؟ من بليتلت. يبقى المرحله الثانيه هي تكوين كتله البليتلت، سماها بليتلت بلاج فورميشن. الدم لما يكون ماشي عباره عن كرات دم بيضاء، وعباره عن كرات دم حمراء، وعباره عن صفائح، وعباره عن مكونات دم مختلفه، اول ما البليتلت بلاج فورميشن دي بتتكون بنلاقي الدم قام جاي مترصب عليها ومتجلط، يبقى اسمه بلاد كلوتنج او بلاد كواجيوليشن، ان الدم بيتجلط على الكتله دي. طب بعد كده ايه اللي بيحصل؟ الوعاء يا جماعه كان الوعاء اهو، ادي جزء وادي جزء وادي المقطوع في النص، ودي كده البليتلت بلاج فورميشن اهي، واضح ان الوعاء بعيد عن بعض لان في حته مقطوعه. اللي بيحصل ايه بقى؟ الجلطه اللي اتكونت دي هي كده تقوم جايه عامله كده، هي كانت شكلها كده تقوم جايه عامله كده، فلما تعمل كده تقوم جايه مقربه الحافتين من بعض، تقوم جايه لازقاهم في بعض، تقوم جايه قافله الوعاء. ده بنسميه كلاب ريتراكشن، ان الجلطه بتكرمش وبالتالي بتقرب الحواف من بعض، ولما الحواف تقرب من بعض وتلزق في بعض يبدا الوعاء الدموي يعالج نفسه، ده اسمها الريبير اوف دامج بلاد فيسل. يبقى احنا عندنا الميكانيزم اوف هوميوستيس بيكونوا خمس خطوات، بنبدا اول حاجه بمين؟ بالفازو كونستريكشن، ثم نكون بليتلت بلاد فورميشن، ثم نعمل عليها
بلاد كواجوليشنز، وبعد ما ده كله يخلص الجلطه نفسها يحصل لها ريتراكشن، ولما الحواف تقرب من بعض يحصل ريبير. احنا بنتكلم في العمل يعني ايه بقى؟ في العمل احنا عاوزين نقيس وظيفه الصفائح الدمويه ووظيفه عوامل التجلط. العمليه دي يا جماعه متوقفه على حاجتين اتنين. مبدئيا دي اسمها بليتلت بلاد فورميشن، وده اسمه بلاد كواجوليشن. عشان يحصل البليتلت بلاد فورميشن لازم يكون في بليتلتس، لازم يكون في صفائح دمويه، وعشان الدم يتجلط لازم يكون في عوامل تجلط، كلوتنج فاكتورز، عوامل تجلط. في العملي احنا بنقيس كفاءه دي وبنقيس كفاءه دي. عشان كده يعتبر الخمس ميكانيزمات دولت متحكم فيهم حاجتين اتنين، صفائح الدمويه رقم واحد، عوامل التجلط رقم اتنين. عشان كده مكتوب عندك ايه هي التستات اللي هنتكلم عنها في العمل بقى. ده كده كان جزء نظري، بدايه من حالا هنبدا جزء العمل بتاعنا اهو. ايه هي التست اللي بتعمل ايفالويشن للهيميوستاتيك فانكشن؟ فكرني كده بعد اذنك، هم كانوا كام ميكانيزم؟ خمسه. اول اتنين بيعملهم البليتلت، عشان كده اعمل لي عندك فوق ان اول اتنين بالبليتلت. اول اتنين بيعملهم البليتلت، لان حتى الوعاء لما بيضيق بيبقى بسبب ماده طالعه من البليتلت، وبالتالي اللوكال فازو كونستريكشن والبليتلت بلاك فورميشن متوقفين على البليتلت. رقم ثلاثه عندك اللي هي اسمها بلاد كواجوليشن، دي متوقفه على الكلوتنج فاكتور، متوقفه على الكلوتنج فاكتور. فاحنا في التستات اللي هنتكلم عنها حالا احنا هنقيس ثلاث ميكانيزمات من دول. اول اتنين اللي هم اللوكال فازو كونستريكشن والبليتلت بلاك فورميشن، ثم رقم ثلاثة هي البلاد كواجيوليشن. ايه التستات بقى اللي هنتكلم عنها؟ مبدئيا التستات اللي بتقيس الهيميوستاتيك فانكشن بنقسمها حاجتين اتنين. رقم واحد تست تو ايفاليويت، تستات بتقيم اللوكال فازو كونستريكشن والبليتلت بلاك فورميشن، بس بشرط لازم توقف العامل الثالث. هو العامل الثالث اللي هو ايه؟ بلاد كواجوليشن. لازم تعمل انتي كواجولان، لازم الدم ما يتجلطش. يبقى احنا بنقيس اول اتنين بس بشرط ان التالت ما يحصلش. تستات بتقيس الفازو كونستريكشن والبليتلت بلاد فورميشن ويزود او هواي البلاد كلوت فورميشن از بريفنتد، يعني هتمنع يحصل تجلط. اذا انت بتقيس مين لما تمنع مين؟ بتقيس اول اتنين لما تمنع التالته. ايه هي التستات دي بقى؟ واحد اسمه البليدنج تيست، واحد اسمه الكابيلاري فلاجيليتي تيست او بنسميه هيس تيست، واحد اسمه بليتلت كاونتنج. اللي احنا هنتكلم عنه في العمل ان شاء الله هو البليدنج تايم والكابيلاري فلاجيليتي تيست، مش هنتكلم عن البليتلت كاونتنج ده خالص. كلمه بليتلت كاونتنج ده بيبقى في المعمل بتعد عدد الصفائح، فاحنا مش هنتكلم عنه في العمل، احنا هنتكلم عن اول اثنين بليدنج تايم وكابيلاري فلاجيليتي تيست. وخد بالك من اول سؤال ام سي كيو معانا النهارده بيقول لك all of the following test evaluate local vasoconstriction and platelet blood formation except، ويجيب لك bleeding time، his test، platelet counting، coagulation time. يبقى الاكسبت هو coagulation time. احنا قلنا هنقيس اول اتنين بتستات وهنقيس رقم ثلاثة اللي هي blood coagulation بتستات. تعالوا بقى نشوف النوع الثاني، test to evaluate coagulation، تستات بتقيم الكواجوليشن، ودول بيكونوا أربعة تست. رقم واحد اسمه الكواجوليشن تايم، رقم اتنين اسمه البروثرومبين تايم، رقم تلاتة اسمه البارشيال ثرومبوبلاستين تايم، واحد اسمه الفايبرين فورميشن. بس الأول عايز أفكرك بحاجة في جزء النظري. إحنا كنا قلنا الكواجوليشن، الكواجوليشن تجلط الدم كان عبارة عن أربع خطوات. ان احنا انا قلت الميكانيزمات بتاع الهوميوستاسيس خمسه، رقم ثلاثه اللي هو الكواجوليشن، الكواجوليشن ده نفسه اربع خطوات. كان اول خطوه بنكون حاجه اسمها بروثرومبين اكتيفيتور، ثم البروثرومبين ده او البروثرومبين اكتيفيتور يحول البروثرومبين لثرومبين، ثم الثرومبين ده يحول الفايبرينوجين لفايبرين، فالفايبرين يتجلط ويعمل البلاد كلوت. ده كان الميكانيزمات. كان اول حاجه في التجلط ان لازم يتكون ماده اسمها بروثرومبين اكتيفيتور، والبروثرومبين اكتيفيتور دي كانت عشان تتكون كان ليها ميكانيزمين اتنين، يا انترنسك يا اكسترنسك. الانترنسك ميكانيزم والاكسترنسك ميكانيزم دولت اللي احنا بنقيسهم في التستات بتاعه الكواجوليشن. عشان حضرتك ما تتوهش مني، احنا بنتكلم عن الميكانيزم اوف هيميوستاسيس. الميكانيزم اوف هيميوستاسيس عددهم كام؟ خمسه. بنقسمهم ازاي بقى؟ اول حاجه بنعمل
فازو كونستريكشن، ثم بنعمل بليتلت بلاد فورميشن، ثم بنعمل كواجيوليشن، ثم المفروض ريتراكشن، ثم بعد الريتراكشن المفروض الريبير. ده الميكانيزم بتاعت الهيميوستاز. اول اتنين دول بنقيسهم بثلاث تستات، مين ومين ومين؟ بليدنج وهس وبليتلت كاونتنج. بليدنج وهس وبليتلت كاونتنج. امال الكواجيوليشن ده بنقيسه بكام؟ باربعه. قبل ما نتكلم عن التستات في العملي، الكواجيوليشن ده اللي هو التضلل ده نفسه عباره عن اربع خطوات. الخطوه الاولى نكون ماده اسمها بروثرومبين اكتيفيتور. بعد ما نكون البروثرومبين اكتيفيتور اسمها بروثرومبين اكتيفيتور، هتقوم جايه محوله البروثرومبين لثرومبين. ثم بعد كده هيبقى عندنا الثرومبين. الثرومبين ده هيقوم محول الفايبرينوجين لفايبرين. ولما الفايبرين يبقى انسوليبل يترسب يعمل جلطه. يبقى لازم الموضوع يبدا بتكوين ماده اسمها بروثرومبين اكتيفيتور. البروثرومبين اكتيفيتور ده نفسه عشان يتكون محتاج ميكانيزمين اتنين، يا اما حاجه اسمها الاكسترنسك يا اما حاجه اسمها الانترنسك. افكرك بمعلومه، الاكسترنسك كنا بنحط سكيم فاكتوري اكتف فاكتوري اكتف فاكتور، كان 3 و7 يدوك 10، كان فاكتور 3 لما يتنشط ينشط فاكتور 7 فينشط فاكتور 10. امال في الانترنسك كنا بنبدا بفاكتور 12 ثم 11 ثم 9 ثم 10. كنا بننشط فاكتور 12 ثم فاكتور 11 ثم فاكتور 9 ثم فاكتور 10. فكرك بكمان معلومه برضو، الكلام ده كله هحتاجه في العمل، ده اجزاء نظري كلها بس هحتاجها في العمل. فاكتور 3 ده كان بيجي لما يبقى فيه انجري، يبقى فيه اصابه. فاكتور 12 ده كان بيتاكتف لما يبقى فيه رف سيرفيس، سطح خشن. عشان كده لما اجي اقول لك حاله حصل انجري، حصل انجري، مين اللي هيشتغل، الانترنسك ولا الاكسترنسك؟ الاكسترنسك، لان 3 اللي اتاكتف، و3 لما بيتاكتف بانجري بيتاكتف 7، فلما 7 اتاكتف تاكتف 10. يقوم 10 ده ماسك مع شويه حاجات ومكون الماده اللي اسمها البروثرومبين اكتيفيت. امال لما اقول لك لو لمست سطح خشن مين اللي هيتاكتف؟ 12 فيأكتف 11 فيأكتف 9 ف9 يأكتف 10 ف10 يمسك مع شويه حاجات ويكون البروثرومبين اكتيفيتور. احنا بقى بنقيس في التستات دي البروثرومبين اكتيفيتور ده. عشان كده مكتوب عندك التست تو ايفالويت الكواجيوليشن بيبقوا عددهم 4. اول واحد اسمه كواجيوليشن تايب، ولازم تعرف لي مهم جدا كل تيست من دول بيقيس انترنسك ولا اكسترنسك. الكواجيوليشن تايم بيقيس الانترنسك، انما البروثرومبين تايم بنسميه البي تي. بروثرومبين تايم اختصارا بنسميه البي تي، ده بيقيس الاكسترنسك. ثم عندنا حاجه اسمها البارشيال ثرومبوبلاستين تايم بنسميه بي تي تي. عندنا في البي تي بروثرومبين تايم وفي البي تي تي بارشيال ثرومبوبلاستين تايم. ثم فايبر انفورميشن، فايبر انفورميشن ده بيقيس انهي واحده انترنسك ولا اكسترنسك؟ ده اسمه فايبر انفورميشن. يعني الخطوه دي ملوش دعوه بالبروثرومبين اكتيفيتور خالص، ده اخر خطوه. هناخد مين من الاربعه؟ هناخد اول واحد اللي اسمه الكواجيوليشن. وبالتالي احنا هنتكلم في العمل عن ثلاث تستات، التست الاول هو البليدنج تايم، التست الثاني هو هيستس، والتست الثالث هو كواجيوليشن تايم. قبل ما تقلب، قبل ما تقلب استنى عشان الصفحه دي لازم سؤال يجي في الامتحان. لو سالتك احنا بنتكلم دلوقتي عن ايه؟ عن الهوميوستاتيك فانكشن. الهوميوستاتيك فانكشن ده بنقول ان الهوميوستيزيس خمس طرق او خمس تتابعات ورا بعض. رقم واحد ان الوعاء بيعمل فازو كونستريكشن، ثم بعد كده يعمل بليتلت بلاد فورميشن، والاثنين دول متوقفين على بليتلت، ثم بعد كده يعمل بلاد كواجيوليشن، وده متوقف على عوامل التجلط، متوقف على الكلوتنج فاكتور، بعد كده ريتراكشن، بعد كده ريبير. خلاص عرفنا دي. طب بالنسبه للتست العملي، في عندنا ثلاث تستات بيقيسوا اول اثنين، وفي اربعه بيقيسوا رقم ثلاثه. مين اول اثنين دول؟ لوكال فازو كونستريكشن وبليتلت بلاك فورميشن بيقيسهم بليدنج وهس ومعاك رقم ده بليتلت كاونتنج. امال مين اللي بيقيس الكواجيوليشن بقى؟ اللي بيقيس الكواجيوليشن رقم واحد كواجيوليشن تايم او بروثرومبين تايم او بارشال ثرومبوبلاستين او فايبر. مين اللي بيقيسوا الانترنسك؟
اللي بيقيسوا الانترنسك الكواجيوليشن والبارشير. امال مين اللي بيقيس الاكسترنسك؟ البروثرومبين تايب. احنا في العمل هنتكلم عن مين؟ نبدا اول واحد يلا معانا وهو البليدنج تايب. انا عشان كده قلت لحضراتكم امبارح اقراوا لي من 6 ل 12 عشان ما كانش لازم اقول المقدمه دي كلها لو انتوا قارئينها، بس انا كان لازم اقولها برضه تعسبا لو حد مش مذاكر الجزء ده. ده اللي انا محتاجه فيها يا جماعه، ده اللي انا محتاجه. حتى لو حضرتك ما قراتهاش امبارح ولا ذاكرتها خالص، انا محتاج الكلمتين دول بس. واحنا ماشيين في العمل حالا هاكد على الكلام اللي انا محتاجه اكتر برضه. اول تيست اسمه البليدنج تايم. مبدئيا كده البليدنج تايم ده بيقيس ايه وايه؟ اللوكال فازو كونستريكشن والبليت بلاك فورميشن. لا انا عاوز كلمه واحده، بيقيس كفاءه البليت. ده بيقيس كفاءه البليت. ايه البليدنج تايم ده؟ خليك معايا كده ثواني. البليدنج تايم ده عباره عن ان هتجيب مريض، والمريض ده هتجيب شكاكه ابره، وتقوم جاي معقم صبعه كويس وشكه بالدبوس او شكه بالابره. هيبدا ينزل، اول ما تشكه معاك ستوب ووتش، ابدا التوقيت واستنى، ما تعملش اي حاجه خالص، تفضل مستني، تفضل مستني لايه؟ لحد ما الدم يبطل نزيف. من اول ما انت عملت له وخز وبدا ينزف لحد ما الدم وقف نزيف، ده اسمه البليدنج تايم. طب يا دكتور افرض نزف مني، نزف منك ايه ده؟ انت عامله بابره. ما يقول لك اقطع له ايده، انت عامله بابره يا دوب وخزه كده، يعني هيبدا يطلع نقط دم. بس خد بالك من حاجه بقى، احنا قلنا في التيست ده لازم نمنع ان مين يحصل؟ كواجوليشن. ممنوع يحصل كواجوليشن. ما يحصلش كواجوليشن ازاي؟ بنجيب ورقه، ورقه تبقى فلتر بيبر، ورقه ترشيح، تخيل انها المنديل ده كده، وكل لما يطلع نقطه دم نقوم جايين بالمنديل شايلينها. بس اوعى تلمس الجلد، لان لو المنديل او الفلتر بيبر دي ورقه ترشيح لو لمست الجلد روف سيرفس تبدا كواجوليشن. فانت اللي بتعمله ايه؟ بتجيب المنديل من بعيد كده على نقطه الدم، وتحط المنديل يوم جاي شافط نقطه الدم من غير ما يلمس الجلد. يبقى انت كده بتقيس كفاءه البليتلت من غير ما تقيس الكواجوليشن. ده هو البليدنج تايم. بص عندك بقى البليدنج تايم عباره عن ايه. البليدنج تايم بيقول it is the time needed for stoppage of bleeding، هو الوقت اللي احنا محتاجينه عشان نوقف النزيف. From injured small blood vessel، من وعاء دموي مصاب، بشرط، كان الشرط الأساسي عندنا إن ما يحصلش إيه؟ coagulation. بيقول لي provided that blood clot formation is prevented، امنع التجلط. البرنسبل بتاعنا إيه بقى؟ بيقول لي when clot formation، الأول بس عاوز أفكر الناس، إحنا كنا إمبارح قلنا أي تجربة بنمشي عليها في قواعد. القاعدة الأولى كنا بنتكلم عن الديفينيشن، ثم بعد كده نتكلم عن البرنسبل، وبعد البرنسبل نتكلم عن النورمال فاليو، ثم نتكلم عن الميثودز، بعد كده نتكلم عن الفاكتورز افكتنج واليوزز ولو في ادفانتج او ديس ادفانتج. فكرني يلا كده، ايه الديفينيشن بتاع البليدنج تايم؟ بالعربي خالص هو الوقت اللي احنا محتاجينه عشان يوقف نزيف بشرط ان ما يحصلش كواجيوليشن، ما يحصلش كلات فورميشن. البرنسبل بقى ايه المبدا العلمي اللي هنمشي عليه؟ بيقول لي وين كلات فورميشن از بريفنتد، وكل شويه تلاقيه عمال يكرر الكلمه، امنع التجلط، امنع التجلط، ما تعملش تجلط، يعني انا مش عاوزين نقيس تجلط. وين كلات فورميشن از بريفنتد، ستوبج اوف بليدنج هيبقى متوقف على مين ومين، بس مش هيوصل انه يبقى مين. هيبقى لوكال فازو كونستريكشن وبليت بلاك فورميشن، بس مش هيحصل كواجيوليشن. عشان كده بقول لك لما توقف الكواجيوليشن توقف النزيف هيبقى متوقف على اول عاملين بس، اللي هم مين؟ الفازو كونستريكشن والبليت بلاك فورميشن. وانا متفق مع حضرتك ان اول خطوتين بيحتاجوا نورمال بليتلت، عشان كده بيقول بوث ريكواير نورمال بليتلت. يبقى احنا في التيست ده بنقيس كفاءه البليتلت ولا كفاءه الكلوتنج فاكتور؟ كفاءه البليت. بعد كده بيقول سو باي ذيس اكسبيرمنت، بالتجربه دي وي كان ايفالويت efficiency of platelet، بنقيس كفاءة البليتلت الهوميوستيزس. فاحنا بنقيس حاجة هنا اسمها الهوميوستاتيك ميكانيزم. ايه الهوميوستاتيك ميكانيزم دي؟ ليه أول خطوتين؟ نوت بلاد كلوتنج اللي هي تالت خطوة. احنا بنقيس أول اتنين، ما بنقيس التالت. احنا بنعتمد إن احنا نقيس كفاءة مين؟ البليت، وده المبدأ بتاعنا. إذا جمع الكلام معايا يلا، فهمنا، نبدا نحفظ اللي احنا محتاجينه في الامتحان بقى. الوقت اللي انت محتاجه عشان توقف النزيف اسمه
بليدنج تايم. خد بالك عشان في تجربه جايه دلوقتي هقول لك الوقت اللي انت محتاجه عشان تكون جلطه ده هيبقى اسمه الكواجوليشن تايم. انما انا بقول لك حالا ان الوقت اللي انت محتاجه عشان توقف النزيف من غير جلطه يبقى اسمه بليدنج تايم. اللي احنا بنتكلم عنه حالا هو البليدنج تايم. البرنسبل بتاعنا انك لما تمنع التجلط توقف الدم هيبقى متوقف على مين ومين اللي متوقفين على مين؟ هيبقى متوقف على الفازو كونستريكشن والبليتلت بلاك فورميشن اللي متوقفين على البليتلت. فاحنا في التيست ده بنقيس كفاءه مين مش مين؟ بنقيس كفاءه البليتلت مش الكلوتنج فاكتور. النورمال فاليو بتاعتنا بتكون من دقيقه لاربع دقائق. من دقيقة لأربع دقايق، يعني احنا لو جبنا واحد شكناه وسبناه قاعد معانا شوية هتلاقي الدم ده بيتوقف بعد دقيقة، عند بعض الناس بتلاقي عند دقيقتين، ثلاثة، أربعة، ده نورمال. زاد عن كده ده بنسميه برولونجد بليدنج تايب، يبقى في خلل في الصفائح الدموية وهناخد الأمراض اللي بتعمل ده حالا. الميثود أوف ديترمينيشن بقى التجربة بنعملها إزاي؟ التجربة كالآتي: أول حاجة بيقول الفينجر تيب، فينجر تيب اللي هو طرف الصابع أور لوبيول أوف إير او الجزء اللي بيتعلق فيه الحلق لوبيول اوف اير، سيان ده او سيان ده، بيقول لي باي از بريكد باي شارب بين. بريكد معناها بنشكه بشارب بين. بين ده اللي هو الالم بتاع السكر يا جماعه، الالم اللي هو يبقى المسدس اللي بنقيس بيه اللي بنشك بيه عشان نقيس السكر ده، باي شارب بين. وابدا عد التايم، تايم از ريكورد، معاك ستوب ووتش طبعا، اول ما تعمل بريكنج شغل التايم. بعد كده بيقول اوزنج بلاد، الدم اللي خارج سويبد اواي، بنمسحه بايه؟ بفلتر بيبر، بورقه ترشيح. بس اهم حاجه لازم تعرفها وزاوت تاتشنج ذا سكين، من غير ما تلمس الجلد. ليه ما ينفعش تلمس الجلد؟ لانك لو لمست الجلد هتشغل الانتر رينسك فيحصل كواجوليشن، وهسيب التجربه دي ان ما يحصلش كواجوليشن، وبالتالي وزاوت تاتشنج ذا سكين تو بريفنت بلاد كلوتنج. وتكرر المسح ده كل تقريبا 15 ثانية او 30 ثانية لحد ما البليدنج يقف خالص. يبقى احنا عملنا ايه؟ جبنا واحد عقمنا صبعه، جبنا شكاكة شكنا بيها، وقمنا جايين حاسبين الوقت كل نص دقيقة كده، كل 15 ثانية او كل 30 ثانية معنا ورقة ترشيح من بعيد نخليها في نص الدم ده، لحد بعد قد ايه نلاقي الدم وقف خالص ما عادش بيطلع. بعد قد ايه دي؟ وقف الستوب ووتش وبص على الوقت، الوقت معاك النورمال من كام لكام؟ من دقيقة لاربع دقايق. بقول لي تايم وين بليدنج ستوب از ريكوردد، اول ما النزيف يقف شوف التايم بقى ايه، وده اللي اسمه البليدنج تايم. وبالتالي ملخص التجربه كلها ان البليدنج تايم از تايم فروم بريكنج تو ستوبج اوف بليدنج، ده الوقت من اول ما شكيته لحد ما التجلط وقف، ده اسمه البليدنج تايم. لغايه دلوقتي اظن الموضوع سهل خالص. نبدا بقى الجزء الاساسي في الامتحان اللي هو الفاكتورز افكتنج البليدنج تايم. ده يا جماعه والله جاي لك سؤال في الامتحان، الفاكتورز افكتنج البليدنج دي سؤال في الامتحان الجاي، سؤال في امتحان العملي، سؤال في امتحان العملي، هي والكواجوليشن. الفاكتورز دي والفاكتورز دي، دي لو ما جاتش ده هتيجي، لان الاثنين عكس بعض، اللي بيبقى نورمال هنا بيبوظ هناك، واللي بايظ هناك يبقى نورمال هنا. اذا ده لازم 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 سؤال في الامتحان. ايه الفاكتورز افكتنج البليدنج تايم بقى؟ مبدئيا كده هو البليدنج تايم متوقف على مين؟ بليدنج. يبقى اي خلل في البليدنج يؤدي الى خلل في البليدنج تايم، وخلل البليدنج بيبقى في حاجتين، يا خلل في عددها يا خلل في وظيفتها. عدد البليدنج اصلا مفروض ان هو من 150 الف ل 450 الف، ده النورمال فاليو اوف ذا بليدنج، من 150 الف ل 450 الف. لو العدد ده قل بيعمل مرض. طب لو العدد نورمال بس الوظيفه باظت يعمل مرض تاني، والمرضين الاثنين اسمهم باربرا. اسمهم ايه؟ باربرا. وفي الباربرا اسمع، في الباربرا في خلل في البليتلت فيبقى في خلل في البليدنج تايم. ولما يبقى في خلل في البليتلت يبقى البليدنج تايم هيطول ولا يقصر؟ هيطول. عشان كده هي 4 بي، الباربرا بالبي بتعمل خلل في البليتلت بالبي فتعمل برولونجيشن، يعني تطول بالبي البليدنج تايم بالبي. اوعى تنسى دي، الاربعه دي بتوع الباربرا. الباربرا
بتبقى خلل في البليتلت فتعمل برولونجيشن للبليدنج تايم، انما بتبقى نورمال في الكواجوليشن تايم. البربر عندنا كام نوع؟ عندنا ثلاث انواع من البربر. النوع الاول متوقف على النمبر، ازاي؟ بص عندك بقى بيقول لي ديكريز البليتلت نمبر اقل من 50,000 هو نورمال من كام لكام؟ من 150 ل 450. نقص العدد ده اقل من 50,000 بيعمل مرض اسمه ثرومبوسايتوبينيك بيربرا. ثرومبوسايتوبينيك بيربرا، ثرومبوسايت يعني الصفائح، بينك يعني قليل، اذا كلمه ثرومبوسايتو يعني صفائح، بينك يعني قليله، يبقى عدد الصفائح قليله. عدد الصفائح قليله يبقى البليدنج هياخد وقت اطول فيحصل برولونجد بليدنج تايم. ده بيحصل في حالات ايه بقى؟ اسمع يا جماعه، الصفائح الدمويه اين يتم تصنيعها؟ في نخاع العظم. واين يتم تكسيرها؟ في الطحال. يبقى لو حصل خلل في نخاع العظم مش هتتصنع كويس، ولو الاسبرين نشاطه زاد هتتكسر اسرع. اذا لو طلع بكم قليل من نخاع العظم او بتتكسر بكم كبير في الطحال، المحصله النهائيه ان العدد هيقل. مكتوب عندك الامراض اللي بيحصل فيها ثرومبوسايتوبينيك، رقم واحد ذيس اوكير ان بون مارو ديس اوردر، اي مرض في نخاع العظم. ولا في مرض في نخاع العظم مين اللي هيقل؟ سينيسيس، هيبقى في ديكريز السينيسيس. اور المرض الثاني هايبرسبلينيزم. ايه هايبرسبلينيزم؟ يعني ايه؟ زياده نشاط الطحال، ولما الطحال يشتغل زياده يزود تكسير، ده ديو تو انكريز الدستراكشن. يبقى اول مرض بيعمل برونجيشن للبريدنج تايم اسمه ثرومبوسايتوبينيك بيربرا، اللي بيكون فيه نقص عدد ولا وظيفه؟ نقص في العدد، وبيكون بسببين، يمين بايظ يمين زاد، يا نخاع العظم بايظ يا اما الطحال نشاطه زاد. المرض الثاني بيبقى بناء على ان وظيفه البليتلت بايظه. واسمع بقى، بنيجي نعمل تحليل دم عادي خالص نلاقي ان البليتلت طالعه 200,000. 200,000 دي معناها انها نورمال ولا قليله ولا عاليه؟ نورمال. نيجي نعمل له البليدنج تايم نلاقيه برولونج. طب ازاي البليتلت نورمال والبليدنج تايم برولونجد؟ ده حاله فيها خلل في الوظيفه وليس خلل في العدد نفسه. هنا بيقول لك ابنورمال بليتلت فانكشن، في خلل في الوظيفه. واي البليتلت كاونت از نورمال، العدد طبيعي. يعني هي مش ايه؟ مش ثرومبوسايتو بينك، هي ثرومبو اس سينك. هي مش ثرومبوسايتو بينك، هي ثرومبو اس سينك. ولما اقول لك ثرومبوسايتوبينيك معناها ايه؟ العدد قليل. امال ثرومبو اس سينك معناها الفانكشن بايظه بس الكاونت نورمال. وفي الحالتين الاثنين البليتلت يا اما عددها قليل يا اما مش شغاله، يبقى البليدنج تايم بيبقى برولونج. رقم ثلاثة بيقول لي ويك او فراجل، فراجل معناها هش. كابيلاري وول، جدار الشعيرات الدمويه بتكون هشه، وده بنسميها فاسكولار بيربرا. احنا عندنا ثلاث انواع من البيربرا، يا ايه يا ايه يا ايه؟ يا ثرومبوسايتوبينيك، يا ثرومبو اسيسينيك، يا اما حاجه اسمها الفاسكولار بيربرا. ايه اللي يخلي جدار الوعاء الدموي هش؟ رقم واحد نقص فيتامين سي. نقص فيتامين سي اللي هو اسمه سكارب الاسكربوت، لان فيتامين سي هو اللي بيكون الكولاجين اللي موجود في جدار الوعاء وبيدي صلابه لجدار الوعاء. فلما فيتامين سي يبقى قليل، الكولاجين يبقى قليل، جدار الوعاء يبقى هش. تاني حاجه السينيليتي، والسينيليتي معناها التقدم في العمر، اولد ايج، الناس الكبار جدار الوعاء بتاعهم بيكون هش. رقم ثلاثة سام كونجينيتال ديزيز، بيبقى اشخاص مولودين بجدران اوعيه بتاعتهم تبقى هشه. ده بالنسبه للفاكتورز افكتد. يبقى هنا لو سالتك بقى ايه الحاجات اللي بتزود البليدنج تايم؟ بربرا. اشمعنى؟ ما هي البربرا دي انواع، بس الفكره ان اللي بيزود البليدنج تايم هو البربرا. الاربعه بي يا جماعه، الاربعه بي هي بتاعه البربرا. بالنسبه للكلينيكال سيجنيفيكانس اوف بليدنج تايم بقى، كلمه كلينيكال سيجنيفيكانس معناها اليوزز. لو خدت بالك اتكلمنا عن الديفينيشن، اتكلمنا عن البرنسبل، اتكلمنا عن الفاليو، اتكلمنا عن الميثود، اتكلمنا عن الفاكتور، تعالوا نتكلم عن اليوزز بقى والكلينيكال سيجنيفيكانس. بيقول لي ات انفستيجيت وهتلاقي الكلام مقرر، عشان هو عارف ان
احيانا بتكون انت نسيت، انت بتقلب صفحه بتنسى، فكل صفحه يكرر المعلومه تاني عشان لو نسيت في الاولى يجيبها لك في الثانيه. بقول الكلينيكال سيجنيفيكانس اوف بليدنج تايم ات انفستيجيت، بيقيس الافيكاسي او الافيشنسي بتاع الهوميوستاتيك ميكانيزم. واحنا قلنا كلمه هوميوستاتيك ميكانيزم يقصد بها مين؟ اول اثنين اللي هم مين ومين؟ لوكال فازو كونستريكشن وبليت بلاد فورميشن، مالناش دعوه بمين؟ بالكواجوليشن. وبالتالي رقم اثنين بيعمل دايجنوزيس اوف باربرا، بيشخص باربرا، بس اهم حاجه وزاود ديترمينيشن اوف اتس تايب. هو يقول لك ان في باربرا، نوع البربرا ايه؟ معرفش، لان لازم تعمل تحاليل تانيه تقول لك نوع البربرا ايه. فاكرين امبارح في الهيماتوكريت لما كنا بنقول ان هو يقول لك ان في انيميا بس ما يقولكش نوعها ايه؟ نفس الشيء في البريدنج تايب، يعني ابرولون بيقول لك في باربرا، نوع البربرا ايه؟ والله ما اعرف. امال هعمل ايه عشان اعرف نوع البربرا؟ اعمل بليتلت كاونتنج، اشوف العدد، لو العدد قليل تبقى ثرومبوسايتوبينيا، لو العدد نورمال تبقى ثرومبوسيسين. عشان كده بيقول بنعمل دايجنوز اوف باربرا وزاود ديترمينين اتس تايب من غير ما يحدد نوعها ايه، ويتش ريكواير ميجرمنت اوف بليتلت كاونت، وتعمل هيست تيست عشان تعرف نوع الباربرا ايه. قيس البليتلت كاونت واعمل هيست تيست. والبليتلت كاونت يفرق بين مين ومين؟ ثرومبوسايتوبينيك وثرومبوسيسين. والهيست تيست ده اللي بيقيس الفاسكولار باربرا، ده اللي بنحدد بناء عليه الفاسكولار باربرا، الوعاء هش ولا الوعاء صلب زي ما هناخد حالا ان شاء الله. زائد ان البليدنج تايم بيفرق ما بين البربرا والاذر هيموراجيك ديس اوردر زي الهيموفيليا وفيتامين كي ديفيشنسي. بليدنج تايم يعني ابرولونجد في البربرا، انما نورمال في الهيموفيليا ونورمال في فيتامين كي ديفيشنسي. والثلاث امراض دول امراض نزيف، يعني البربرا البربرا والهيموفيليا وفيتامين كي ديفيشنسي، التلاتة أمراض عبارة عن نزيف. بنعمل البريدنج تايب عشان يفرق مين عن مين؟ البربرا عن الهيموفيليا وعن فيتامين كي. سؤال بقى، البربرا البريدنج تايب بيبقى فيها برولونج، أمال الهيموفيليا وفيتامين كي ديفيشنسي بيبقى نورمال. عشان كده لازم بعدها يجي يقول لك البليدنج تايم از برولونجد ان. البريدنج تايم بيطول امتى؟ رقم واحد كانت باربرا، رقم اثنين هتبقى السكارفي، السكارفي ده اللي هو فيتامين سي ديفيشنسي، ورقم ثلاثه برولونجد يوز اوف اسبرين. الناس اللي بتاخد اسبرين كتير، ليه الاسبرين؟ الاسبرين بيعمل سيوله في الدم، الاسبرين بيعمل سيوله في الدم. برولونجد يوز اوف اسبرين، ما قلتش برولونجد يوز اوف كورتيكوستيرويد. كمان مرة اهو. برولونجد يوز اوف اسبرين، ما قلتش برولونجد يوز اوف كورتيكوستيرويد، لأن لما أقلب الصفحة حالا هتلاقيني بقول لك برولونجد يوز اوف كورتيكوستيرويد مش اسبرين. اعرف إن الأسبرين اسمع بيعمل سيولة إنما ما يأثرش على جدار الوعاء الدموي. بيعمل سيولة ما يأثرش على جدار الوعاء الدموي، يعني يخلي البليدنج تايم يطول. امال البليدنج تايم بيبقى نورمال في حالة ايه وفي حالة ايه؟ في حالة الهيموفيليا وحالة فيتامين كي ديفيشنس. شايفين اخر حتتين دولت؟ اعمل لي عليهم كده مربع دايرة، اعمل لي عليهم خيط، اعمل اللي انت عاوزه، ده سؤال الامتحان يا جماعة. بليدنج تايم از برولونجد ان اول اوف ذا فولوينج اكسبت، ويجيب لك رقم واحد باربر، رقم اثنين سكارفي، رقم ثلاثة برولونجد يوز اوف اسبرين، رقم أربعة هيموفيليا، يبقى الاختيار الغلط هيبقى هيموفيليا. امال لو جاب في الاختيارات برولونجد يوز اوف اسبرين وبرولونجد يوز اوف كورتيكوستيرويد، تختار مين ولا تختارش مين؟ مين الصح؟ الاسبرين. كورتيكوستيرويد مش معانا. يبقى احنا في البليدنج تايم عرفنا نوع الباربرا، هل هي ثرومبوسايتوبينيك ولا هل هي ثرومبواسيسينيك؟ تعالوا بقى نعرف نوع الفاسكولار باربرا ازاي بحاجه اسمها الكابيلاري فراجيليتي تيست، او بنسميه الهيست تيست. فاكرين معايا لما كنا بنقول عشان نقيس كفاءه البليتلت بنقيس خطوتين ايه وايه؟ لوكال فازو كونستريكشن وبليتلت بلاك فورميشن. كنا بنقيسهم بكام تيست؟ بثلاثه. اللي كانوا بيقيسوا كفاءه البليتلت كانوا ثلاثه، اول واحد اسمه بليدنج تايم، والبليدنج تايم يشخص ان فيه باربرا، اسلموا. الثاني كان اسمه فراجيليتي او كابيلاري فراجيليتي تيست اللي هو الهيست تيست، ده بيشخص فاسكولار باربرا. امال البليتلت كاونتنج
ده كان يفرق ثرومبو سايتوبينك عن ثرومبو اس اس اي. ايوه كده. تعالوا نخش يلا على الكابيلاري فراجيليتي تيست. الكابيلاري فراجيليتي تيست ده بيبقى عباره عن اختبار قياس جدار الكابيلاري هش ولا جامد. من الاخر اسمع كده مني، كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنيجي على شعيرات دمويه ونقوم جايين رابطين جهاز ضغط ومعلقين الضغط دي بحيث ان جهاز الضغط يقفل الشعيرات الدمويه دي، ونشوف الشعيرات الدمويه دي هتقاوم ان الضغط يعلى فيها ولا هتنفجر. لو قاومت الضغط يعلى فيها تبقى هي صلبه مش فراجل، انما لو انفجرت تبقى فراجل، يبقى الجدار فيه حاجه. اذا اللي احنا هنعمله حالا ايه؟ هنعلي الضغط جوه الشعيرات الدمويه. اسمع، بمقدار يسمح بان الشعيرات الدمويه الطبيعيه تقدر تتعامل معاه، انما الشعيرات الدمويه المريضه تنفجر تحت تاثيره. ده اللي اسمه كابيلاري فراجيليتي تيست، قياس الجدار هش ولا الجدار صلب ومسح نفسه، ده اسمه الهيست تيست. مكتوب عندك الديفينيشن بتاعه ايه؟ ده تيست فور فالنيابيرتي. كلمه فالنيابيرتي معناها ريزيستنس، قياس مقاومة الكابيلاري وول تو رابشر انه ينفجر، اون ريزنج الكابيلاري بريشر لما تعلي الضغط جواه. يبقى احنا هنعلي الضغط في الكابيلاري ونشوف هينفجر ولا مش هينفجر. ايه البرنسبل اللي هنمشي عليه؟ بيقول لي الكابيلاري ار نورمالي نوت فراجل، الشعيرات الدمويه الطبيعي بتاعها انها تبقى جامده ماسكه نفسها، ذس نوت ايزلي رابشر ما تنفجرش بسهوله، اولزو ذي ار ديليكيت سين وولد ستراكشر. بقول لك على الرغم من ان جدار الشعيرات الدمويه جدار رفيع الا انها بتقاوم علو الضغط فما تنفجرش. يعني كانه عاوز يقول لك ايه؟ جدارها رفيع بس متين ماسك نفسه ما ينفجرش. في عندنا في الفيزياء مبدا اسمه اللو اوف لابلاس. سؤال امتحان، سؤال امتحان لما اجي يقول لك اللو اوف لو اوف لابلاس ده البرنسبل بتاع انهي تجربه؟ اللو اوف لابلاس ده بتاع الهيستيس. اللو اوف لابلاس ده بيقول ايه؟ بيقول ان التنشن، وكلمه تنشن معناها الشد اللي في الجدار، الشد اللي في الجدار بيساوي ايه؟ البريشر. البريشر يعني الضغط اللي جوه الوعاء مضروبا في الراديوس، الراديوس اللي هو نص القطر. يعني دلوقتي مين بيساوي مين في مين؟ التنشن بيساوي بريشر في راديوس. ايه الفرق بين كلمه تنشن وكلمه بريشر؟ بصوا يا جماعه، ده الوعاء الدموي، شد الجدار والقوه اللي في الجدار نفسها اسمها تنشن. الدم جوه وهو عمال يضغط على الجدار ده اسمه بريشر، ونص القطر اسمه ريفس. يبقى احنا عندنا التنشن بيساوي مين في مين؟ بريشر في ريفس. سؤال بقى، هل التنشن في الكابيلاريز عالي ولا قليل؟ عالي. التنشن في الكابيلاريز عالي ولا قليل؟ عالي. هو التنشن بيساوي ضغط في نص القطر. هل انا جبت لك سيره الضغط؟ انت عارف الرقم الضغط كام؟ مش عارفه، مش عارف الكابيلاري كام، بس انت عارف ان الكابيلاري شعيرات رفيعه قوي، يعني نص القطر صغير، يبقى التنشن اللي على الجدار هيبقى قليل. اذا عشان كده الشعيرات الدمويه ما تنفجرش، لان حتى مهما الضغط عالي ما زال نص القطر صغير، فالتنشن اللي هو الناتج الاخير هيبقى قليل، اذا هي ما تنفجرش. ده المبدا الطبيعي في النورمال. اللي احنا هنعمله ايه بقى؟ هنبدا نعلي البريشر، نعلي البريشر، نعلي البريشر، بس بالمقدار الطبيعي اللي هو الحد رقم رقم 50، هنعليه لحد 50 ونشوف هتنفجر ولا لا. لو انفجر يبقى الوعاء بايظ، لو ما انفجرش، لو انفجر يبقى الوعاء بايظ، لو ما انفجرش يبقى الوعاء سليم. مكتوب عند حضراتكم بيقول البرنسبل اكوردنج تو لو اوف لابلاس، حسب القانون بتاع لابلاس بقى اللي هو بيقول ايه؟ التنشن بيساوي بريشر فريد. في النورمال التنشن في الوول، التنشن في الوول بيبقى فيري لو. ايه اللي مخليه فيري لو؟ لان الراديوس صغير. بيقول ديو تو زير اكستريم سمول رادياي، لان نص القطر بيكون صغير جدا، وبالتالي زي ريزيست الرابشر، ليه يقدروا يقاوموا الرابشر؟ رابشر توقف على التنشن، رابشر توقف على التنشن، ولما يكون نص القطر صغير يبقى التنشن قليل في الوعاء ما يرابشرش ما ينفجرش. عشان كده بيقول زي ريزيست الرابشر اند كان توليريت، وقادره على التحمل نورمال كابيلاري بلاد بريشر.
النورمال كالوري بلاد بريشر بقى. انت حضراتكم اكيد عارفين المعلومه اللي بتقول ان اي نسيج بيخشه ارتري ويطلع منه فين، في النص فيه كابيلاري، والكابيلاري نصين، نص تبع الارتري ونص التاني بيبقى تبع الفين، ده لي ضغط وده لي ضغط. عشان كده بيقول الضغط بيكون من 30 ل 40 ملي متر زئبق عند الارترز، وتقريبا من 10 ل 15 عند الفين. انهي فين وانهي ارتري بتاع الكابيلاري؟ الكابيلاري في حاجه اسمها الارتيرولار اند اوف كابيلاري والفينوس اند اوف كابيلاري. الضغط هنا كام؟ من 30 ل 40. هنا كام؟ من 10 ل 15. يبقى المبدا الطبيعي بتاعنا ان الجدار بيكون ماسك نفسه زائد، ولكن لو في بلس التنشن بيكون قليل. اللي احنا هنعمله ايه بقى البروسيجر دي؟ اللي هنعمله كالاتي. اسمع التجربه مني الاول. هنجيب جهاز ضغط، وده هيبقى سؤال في الامتحان يقول لك جهاز الضغط بنستخدمه في تجربتين، ويجيب لك الاختيارات. جهاز الضغط اول تجربه الهستس، تاني تجربه هي قياس ضغط الدم. يعني بتاع القياس ده ما تكون سهله، اللي هتكون متلخبط فيها بتاع الهستس. بنعمل ايه بجهاز الضغط في الهستس؟ جهاز الضغط حضرتك لو شفتوه بيبقى ليه حته قماشه كده بتلف على الدراع. اللي انا هعمله ان انا اقوم جايب القماشه دي ولففها هنا، لف القماشه كده، والقماشه لما تلف معايا البامب المضخه ابدا اعلي الزئبق لحد رقم 50، لحد ما الضغط يبقى 50. لما اعلي الضغط هنا اللي هعمله ايه؟ اسمع بقى، هقفل الفين، لان ضغط 50 ده بيقفل الفين ما يقفلش القطر. فهقفل الفين، لما اقفل الفين الضغط هنا هيحصل له ايه؟ هيزيد. ليه؟ ما هو الدم ما عادش ماشي، الدم متراكم هنا، ما هو الدم ماشي كده، فانا لما اقفل هنا الدم هيتراكم هنا فيتراكم هنا، فالضغط هنا هيحصل له ايه؟ هيزيد، والضغط هنا هيحصل له ايه؟ هيزيد، فلما الضغط يزيد لو الوعاء بايظ الطبيعي ان هو ينفجر، اقوم جاي راضي جهاز الضغط لمده قد ايه؟ لمده ربع ساعه، وعلي الضغط كام؟ اعليه 50. محدش يقول يا دكتور ده احنا اصلا بنكون بنقيس الضغط والناس ما بتستحملهوش دقيقتين، هسيبه ربع ساعه ازاي؟ انت في القياس الطبيعي بتعليه لحد 200، هنا انت معليه لحد 50، يعني حاجه وسطه جدا. فانت لما بتقوم جاي رافع الضغط 50 وقعده معاك ربع ساعه، وتقوم جاي جايب قلم ازرق ومعلم على المنطقه دي بدايه، المنطقه دي اسمها كيوبيتال فوسا. اسمها ايه؟ كيوبيتال فوسا. وتستنى ربع ساعه، وبعد ربع ساعه فك جهاز الضغط وهات البيشنت بص على المنطقه اللي انت معلم عليها بدايره دي. المنطقه دي هتلاقي فيها نقط لونها بنفسجي. النقط اللي لونها بنفسجي دي الطبيعي انها شعيرات ربشرت. في النورمال في شعيرات بتربشر، بس النقط دي يبقى لازم العدد بتاعها اقل من 8. يعني لو لقيت مثلا نقطتين 3 4 ده نورمال، انما لو جيت عدهم لقيتهم 20 نقطه مثلا، ده معناه ان الاوعيه بتاعته فراجل هشه فربشرت لما علم الضغط فيها. ده الميثود اوف ديترمينيشن. بص عندك التجربه هتكون ازاي بقى. راب سفنجو مانوميتر كاف. سفنجو مانوميتر كاف ده سفنجو مانوميتر ده جهاز الضغط. كاف اللي هي القماشه بتاعته، راب معناها لف، لف قماش الجهاز الضغط اراوند الارض عند الدراع. وخليك فاكر بنعلي الضغط لحد كام؟ 50. ريز البريشر انسايد اتو 50. سؤالي اشمعنى 50؟ عشان اقفل مين ما اقفلش مين، اقفل الفين ما اقفلش الارض. بقول لحضرتك زيس بريشر اوكلود الفين، بيقفل الفين. هو انا لما اقفل الفين اعلي الضغط فين وفين؟ اعلي في الفين واعلي في الكابيلاريز كمان. مكتوب عندك بيقول ده بيزود الفينوس بريشر وبيزود الكابيلاري بريشر 3 تايمز از نورمال، ثلاث اضعاف الطبيعي. بعد كده كيب بريشر فور 15 مينتس. خلي الموضوع ده حاصل وجهاز الضغط ملفوف لمده ربع ساعه، زين ريليس ات، بعد كده سيبه. هعمل ايه بعد كده بقى؟ هبص على المنطقه اللي اسمها كيوبيتال فوسا واعد النقط البنفسجي. مكتوب عندك بيقول افتر ريليسنج البريشر، بعد ما الضغط ده تقوم جاي شايل الجهاز خالص. نمبر اوف بيتيكيا اي. ايه البيتيكيا اي دي؟ بص على المربع اللي بعدها. بيتيكيا اي ار سمول هيموراجيك ريد سبوتس، بقع نزيف محمره، هي بتبقى لونها من احمر لبنفسجي، بتبقى بقع نزفيه تحت الجلد، واللي هي هيموراجيك ريد سبوت سين ان سكين، بتتشاف تحت الجلد نتيجه ايه؟ نتيجه رابشر بتاع الشعيرات الدمويه بتاع الجلد. يقول لك ديو تو رابشر اوف ديرمال كابيلاريز، الشعيرات دي بتاع الجلد اترابشر.
فلما شعيرات دمويه بتاع الجلد ترابشر بتؤدي الى نقاط نسفيه، النقاط دي بنسميها بتكيار. فاحنا بنعمل كاونتنج النمبر اوف بتكياي فين؟ عند الكيوبيتال فوسا في سيركل اريا، في منطقه دائريه نص قطرها او قطرها بيكون 6 سم. يعني انت بتعمل دايره، الدايره دي قطرها 6 سم، ثم تعد البتكياي فيها. النورمال اللي يبقى اقل من 8، مكتوب عندك بيقول نورمالي زيز بتكياي ار بلو 8، غالبا بتكون 2 3 4، انما لو البتكياي دي اكتر من 8 ده معناها ان فيه كابيلاري فراجيلتي. كابيلاري فراجيلتي يبقى كل اللي انت عملته جبت جهاز الضغط، عليت الضغط لحد 50، سبته لمده ربع ساعه، بعد كده شلته وعديت عدد البتكياي في دايره قطرها 6 سم، والطبيعي انه يبقى اقل من 8، ما يزيدش عنها، لانه لو زاد عنها معناها ان الكابيلاري فيه فراجيلتي. ايه بقى الكلينيكال سيجنيفيكانس؟ ايه القيمه بتاع الاختبار ده؟ بيقول كابيلاري فراجيلتي انكريز، الهشاشه بتاع الشعر ده بتزيد في حالات ايه؟ رقم 1 انفلاميشن اوف ذا كابيلاري، لو في انفلاميشن. رقم 2 سكارفي، وايه السكارفي ده؟ فيتامين سي ديفيشنسي. حاجتين اتنين بيزيدوا في السكارفي، ايه وايه؟ بليدنج تايم وهيستس، الاثنين بيبقوا انكريزد في السكارفي. لارج دوز اوف ستيرويد مش اسبرين، لان الاسبرين بيعمل سيوله من غير ما ياثر على الجدار، انما الاستيرويد اللي هو الكورتيزون بياكل الجدار، فلما ياكل الجدار يخليه هش. انا بقول لك لارج دوز اوف ستيرويد واولد ايج، السن الكبير، قلنا برضو هناك السن الكبير بيزود البليدنج. بعد كده بيقول فيتامين بي ديفيشنس، لا فيتامين بي ناقص حاجتين، ايه وايه؟ فيتامين سي وفيتامين بي، اولد ايج وانفلاميشن ولارج دوز اوف ستيرويد. سؤال بقى ام سي كيو، يلا. لما اجي اقول لحضرتك هيس تيست او بطريقه اصعب شويه، if we count number in number of BTKI in a cubital fossa of patient we found that number of BTKI is 15 او 20 this can occur in all of the following except، واجيب لك سكيرفي، لارج دوز اوف ستيرويد، انفلاميشن، بربرا. بلاش البربرا، هشيل البربرا لان البربرا اصلا ده اسمه فاسكولار بربرا. انا حبيت اقول لك الكلمه دي، مش اختيارنا هيكون مش بربرا، شيل البربرا، احط لارج دوز اوف اسبرين، يبقى اختيارك هيبقى لارج دوز اوف اسبرين. بلاش تقول كلمه بربرا هنا، لان اصلا الهيست تيست بيقيس نوع من انواع البربرا اللي هو اسمه فاسكولار بربرا. ولكن بالنسبه لتاني اختبار اللي اسمه الكابيلاري فراجيليتي تيست. لا فين اصلا بنقص دي جدار جامد قوي؟ هنقيس في الكلى لانها اقل جدار. التجربه الثالثه هي الكلوتنج تايم او الكواجوليشن تايم، دي التجربه اللي عليها الدور معانا ان شاء الله. حاليا اللي احنا كنا بنتكلم عنهم كانوا بيقيسوا مين ومين؟ كانوا بيقيسوا اللوكال فازو كونستريكشن والبليد بلاد فورميشن، يعني بنقيس كفاءه بليد. اللي احنا نبدا نتكلم عنه حالا بقى ده احنا بنقيس ميكانيزمات التجلط، وكنا قلنا عندنا اربع تستات بنقيس بهم الكواجوليشن، مين ومين ومين ومين؟ اولهم الكواجوليشن او بنسميه الكلوت، ثم البي تي والبي تي تي والفايبر انفورميشن. هناخد واحد منهم بس اللي اسمه الكلوتنج او الكواجوليشن تايم. سؤال بقى على السريع كده، هو انا في البليدنج تايم بقيس كفاءه مين، انما في الكلوتنج تايم بقيس كفاءه مين؟ في البليدنج تايم بتقيس كفاءه بليتلت، انما في الكلوتنج او الكواجوليشن بتقيس الفاكتور اللي اسمها الكواجوليشن فاكتور. السؤال الثاني، هو الكواجوليشن كان بيقيس انترنسك ولا اكسترنسك؟ انترنسك. السؤال الثالث، هو الانترنسك عشان تبدا لازم يبقى فيه سطح خشب، يعني اكتف 12 يكتب 12 يكتب 9 يكتب 10، يبقى كل التجارب اللي انا هعملها دي لازم يكون في سطح خشب عشان
يحصل تجلط عشان اقيس الانترنسك ميكانيزم، وده اللي اسمه الكواجوليشن تايم او الكلوتنج تايم. ايه الديفينيشن بتاعه؟ الوقت ما بين الوغز وايقاف النزيف اسمه بليدنج تايم. الوقت ما بين البدايه وما بين تكوين الجلطه اسمه الكواجوليشن. عشان كده مكتوب عندك بيقول it is the time pass between start of bleeding من اول النزيف لحد الفورميشن اوف بلاد كلوت، لحد ما تتكون جلطه. امال في البريدنج كان لحد ما ايه؟ لحد ما البريدنج يقف وزاوت بلاد كواجوليشن، هنا لازم تتكون جلطه. بطريقه ثانيه بيقول it is the time needed for blood to clot، الوقت اللي الدم محتاجه عشان يتجلط after withdrawal of blood outside the body، بعد ما تسحب الدم بره الجسم. اذا التجربه دي بنعملها بره الجسم ولا جوه الجسم؟ بره الجسم. المبدا بتاعنا الديبند اون كواجولاتيف باور اوف ذا بلاد. كواجولاتيف باور يقصد بيها ان احنا بنقيس كفاءه مين؟ الكلوتنج فاكتور. بنقيس انهي حاجه في الكواجولاتيف باور، انترنسك ولا اكسترنسك؟ انترنسك. والنورمال بتاعنا كوقت بيكون من 4 دقائق ل 8 دقائق. بصوا في الدرس ده البريدنج من كام لكام؟ 1 ل 4. امال الكوابريشن من 4 ل 8. امال الهس اقل من 8. الارقام بتاع الثلاث تجارب اهو. البريدنج من كام لكام؟ من 1 ل 4. الكوابريشن من 4 ل 8. امال الهس اقل من 8. يبقى احنا عندنا النورمال فاليو بتكون من 4 ل 8. الميثود بقى في عندنا 3 ميثود. اول حاجه اسمها سلايد ميثود، تاني حاجه اسمها كابيلاري تيوب ميثود. كابيلاري تيوب ميثود، كابيلاري تيوب ميثود ان لغايه دلوقتي جت في تجربتين اتنين. التجربه الاولى هي المايكرو ميثود بتاعه الهيماتوكريت، التجربه الثانيه هي الكواجوليشن. يبقى الكابيلاري تيوب ميثود جت في حاجتين اتنين. ثم رقم 3 اسمها تيست تيوب ميثود، والتيست تيوب دي لغايه حالا استخدمناها مرتين برضه. فاكرين امبارح في الاي اس ار لما قلنا بنقول بنجيب الانتي كواجلانت نص سنتي ونحط عليه 2 سنتي دم في انبوبه اختبار، ثم ناخد منها نحط في الويستر جرين بعد كده. تعال نبدا اول واحده اسمها سلايد ميثود. ايه السلايد ميثود؟ وايه الكابيلاري تيوب؟ وايه التيست تيوب؟ بعد اذن حضرتك سيب اللي معاك بقى خليك معايا عشان اقول ثلاث تجارب. اول تجربه اسمها سلايد ميثود. في السلايد ميثود دي بنعمل ايه؟ في التجارب يا جماعه حاول اسمعها مني ساكن المكتوب، اسمعها عشان تعرف تلقطها في الامتحان. السلايد ميثود بنجيب سلايد، السلايد اللي هي الشريحه اللي اسمها بتاع الميكروسكوب. وهنجيب كحول ونرش الكحول على الصابع نعقمه، نجيب اللي احنا شغالين بيها دايما الشكاكه نشك، ونقوم جايين عصرين الدم حاطينه على السلايد، حاطينه على الشريحه دي، بقى في نقطه دم على الشريحه. نقطه الدم اللي على الشريحه دي دلوقتي الشريحه ناعمه. هل دلوقتي في رف سيرفيس؟ لا. طب انا هعمل ايه بعد كده؟ هنجيب عارفين العصايه اللي هي السلكه بتاعت السيران اللي هي الخشب اللي بتكون رفيعه دي، هنجيبها ونقعد نقلب في نقطه الدم. اقعد اعمل في نقطه الدم كده، اقعد العب فيها كده. ليه؟ دلوقتي انت عملت رف سيرفيس، وكل شويه وانت بتقلب ارفع لفوق، قلب وارفع لفوق، قلب وارفع لفوق، لما تنط منك زي الموتزاريلا بتاع البيتزا وقف الطاير، ده الكواجوليشن تايم. اذا انت كل شويه عمال تقلب وتشيل ايدك تشوف الدم بيمط معاك ولا لسه. لو الدم مط كده هتكون جلطه. لو الدم لسه عمال ينقط وما مسكش نفسه معناه انك لا كمل كمان شويه. دي اسمها السلايد ميثود. طب خليه رف سيرفيس وخلاص. طب ما انا دلوقتي اول ما احط النقطه مش هعرف احسب الوقت بالظبط، انما انا هحسب الوقت من اول لمسه للعصايه على الشريحه. ده حاجه ادق بيعمل لها رف سيرفيس وخلاص. لحظه كبار ان شاء الله اخترع عبارات اختراع كده رف سيرفيس وخلاص. تاني واحده اسمها الكابيلاري تيوب. بنعمل الكابيلاري تيوب دي ازاي بقى؟ بنجيب الانبوبه يا جماعه بتاعت امبارح اللي كان اسمها الكابيلاري تيوب اللي كان شكلها رفيع جدا بالطريقه دي كده اللي كانت بتتميز بخاصيه اسمها الخاصيه الشعريه. اللي بيحصل ان كنت برضه جاي عامل وغز ومطلع نقطه دم وجايب الكابيلاري تيوب وحضرتك جاي شفطلك الدم. والدم جوه الكابيلاري تيوب احنا قايلين الطبيعي ان الكابيلاري تيوب ناعمه، يعني الدم جواها ما بيتجلطش. هنعمل ايه بقى؟ هنقوم جايين ماسكين الكابيلاري تيوب من اولها نكسر فيها.
نكسر نكسر. يوم جايين قاطعين قطمين حته، بعد شويه قطمين حته، بعد شويه قطمين حته. لو الدم سايل معاك ما انت عمال تقطع عمال تكسر، وانت بتكسر الحته اللي اتكسرت راف سيرفس تقوم جايه لمسه الدم، فلما تلمس الدم كسرت حته. جيت لمسة الدم تلاقي متكسر حته اهو، حتى لما اتكسرت هتشوف الدم سايل ولا ماسك نفسه. ثم كمان تكسر 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 لحد ما تيجي تكسر حته تلاقي الدم بيمط منك. ده معناه ان حصل كواجوليشن، وقف الوقت. امال الطريقه الثالثه بقى اسمها تيست تيوب. دي بنعمل ايه؟ بنجيب انبوبتين اختبار. انبوبتين الاختبار دول نحط هنا عين الدم ونحط هنا عين الدم، ونجيب حله فيها ميه سخنه، ونقوم جايين حاطين انبوبه الاختبار في الميه، مش حاطينها دلقينها، لا الحل اهي، وجبت انبوبه الاختبار وقفتها في الحل. وكل شويه تعمل ايه؟ تقوم جاي شايل انبوبه مميلها شويه كده، شوف الدم بيميل منك ولا ما عادش بيميل. شويه وتقوم جاي مميل، شويه وتقوم جاي مميل، شويه وتقوم مميل، لحد ما يجي وقت تقوم جاي قالب الانبوبه خالص تلاقي الدم ما بينزلش. ده معناه ان الدم جلط في لحظه، قوم جاي رامي دي وماسك الثانيه قلبها. لو لقيتها هي كمان الدم ما بينزلش يبقى ده تاكيد ان الاولى كانت صح. يعني احنا بنعمل باثنين، بنقيس بواحده وبناكد بالثانيه. تعالوا نبص بقى اول حاجه اللي اسمها السلايد ميثود. السلايد ميثود دي التست تيوب. كويس انك سالت السؤال ده. اسمع المعلومه دي بقى، الكابيلاري تيوب جدارها نفسه ناعم، جدارها من جوه ناعم فالدم ما يتجلطش فيه، انما التست تيوب جدارها من جوه خشب. يعني التست تيوب اصلا جدارها من جوه خشب، بدليل امبارح ان احنا لما اتكلمنا وقلنا هنحط عين الدم في التست تيوب كان لازم نحط معاها انتي كواجلا عشان جدارها خشب ممكن يعمل كواجريشن، انما في الكابيلاري تيوب ما بنحتاجش انتي كواجلا لان جدارها اصلا ناعم. نبص على السلايد ميثود. يلا ديسانفكت يور فينجر، عقم صبعك ب 70% الكحول وسيبه ينشف. بانكشر ات ويز استرايل لانس، شك بشكاكه اند اوبزرف التايم. اوبزرف التايم ايه؟ انت شكيت ايدك بشكاكه، اوبزرف التايم بتاع ايه؟ هو في حته كلها كده وكان لازم يقول لك ايه؟ عقم صبعك شك بشكاكه، نزل نقطه دم على الشريحه، واول ما نقطه الدم تنزل احسب الوقت. بيقول لك احسب الوقت اهو، بوت دروب اوف بلاد اون ا جلاس سلايد، حط نقطة دم على شريحة ازاز. ينفع اسيبها على شريحة ازاز؟ لا، بيقول لك استاير، كلمة استاير دي معناها قلب. استاير بلاد باي فاين نيدل، قلب الدم بإبرة اور هيد اوف بن او راس دبوس. زي التجربة ما عندك كده، ماسك حاجة في ايده اهوت عمال يقلب بيها. كونتينيو ستيرنج، افضل قلب انتل ا فايبرن ثريد ابير. هي ايه الفايبرن ثريد دي؟ انت عمال تقلب وتشد لفوق بتنقط دم يبقى لسه ما اتجلطتش. امال لو شديت لقيتها عامله زي الموتزاريلا بتمط معاك، ساعتها يبقى ده هو الكلوتنج تايم. بيقول لي كلوتنج هاز اوكيرد ريكورد التايم بقى. فلو جيت سالتك مين التجربه اللي بنستخدم فيها السلايد ميثود؟ الكواجيوليشن تايم. رقم اتنين الكابيلاري تيوب، دروب اوف بلاد از وذرول، نقطة دم بتتسحب ان ا جلاس كابيلاري تيوب. قلنا الكابيلاري تيوب دي اصلا اول ما بنمسكها نحطها عند نقطة الدم هي بتقوم جاية شافطة الدم، فاحنا هنشفط الدم بكابيلاري تيوب. تيوب از بروكن فروم وان ايدج، ابدا كسرها من ناحية واحدة ات انترفال على فواصل. يعني انت مثلا تقوم جاي معلم على الانبوبة قبل التجربة، معلم خط الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع مثلا، دي فواصل، ولما تيجي تكسر بتكسر مع هيئه الفواصل دي. كونتينيو ذس، افضل كمل انتل فايبرن ثريد ار سين، لحد ما الفايبرن خيوطه تتشاف، وده الكواجوليشن تايب. امال لو حضرتك كسرت وما مطتش معاك، يعني لو كسرت كله اصل بتاعت تقدر تقلب لحد ما تجيب معاك، هتفضل تقلب. امال ايه كمان التيوب دي كلها على بعضها قد كده؟ فانت لما تكسر ممكن تكسرها كلها قبل ما الدم يتجلط، فانت بتكسر يا ريت شويه هدوء، يعني مش الوقت تقوم جايبها لك كلها خبطه واحده، لا دقيقه وكسر حته الثانيه وكسر حته. بس انت لو ذكي قوي ابدا من الدقيقه الثالثه، لان هي النورمال من كام دقيقه لكام دقيقه؟ 4 ل 8. ابدا كسر من الثالثه شوف هيطلع معاك كام. بعد كده بالنسبه للتست تيوب،
غير ما ايه؟ هو الدم بيطلع منه، هو بيقع منه. بص على الصورة اللي عندك ده. احنا أول ما كسرنا أهو، لو جيت كسرت وشدتهم بعيد عن بعض لقيت الدم خير يبقى متجلط. إنما لو جيت كسرت لقيت قصدك الدم لما بكسرها ما بيقعش إزاي؟ الأنبوبة دي بتاخد الدم جواها ما تطلعوش براها. الطريقة التالتة معانا بقى كانت إيه؟ طبعًا إحنا قلنا أول طريقة السلايد ميثود، تاني طريقة الكابيلاري تيوب، تالت طريقة بنسميها التست تيوب ميثود. في التست تيوب بنعمل إيه بقى؟ بيقول لحضرتك blood is collected in two small tubes، بنجمع دم في أنبوبتين اختبار which are placed in water bath. كلمة ووتر بس معناها حمام مية. يعني ايه حمام مية؟ في المعامل بيكون فيه عبارة عن إناء، الإناء ده بيبقى بالشكل ده بيتملي مية، ولازم المية نخليها بحرارة معينة. الحرارة كام؟ 37. اشمعنى 37؟ عشان يبقى زيها زي الجسم. فاحنا بنجيب الإناء ده بداخله مية حرارتها 37، ونقوم جايين الأنبوبتين بتوع الاختبار حاطين أنبوبة جواها بالطريقة دي، وادي الأنبوبة التانية بالطريقة دي. احنا بنبدأ نعمل اختبار على أنبوبة ولا اتنين؟ واحدة. أمال التانية بتبقى confirmation، تأكيد. عشان كده بيقول every minute، كل دقيقة one of the two tube is tilted. كلمة tilted معناها ميلها شوية. وإيه لازمة إن أنا ميلها؟ لما تميلها تشوف الدم سايل ولا الدم اتجلط. بقول لك كل دقيقه ميل انبوبه. تايم از ريكوردد وين، امتى قيس التايم، امتى وقفه بقى؟ بقول لك لما الانبوبه تقلبها بالكامل. يعني انت كل شويه ما انت بتاكليش في اول، لازم تجي عاملين كده كده هيبقى الدم كله في الميه. تقول لي بتعملوا ايه؟ شويه دقيقه عدت، ماشي دقيقه عدت، ماشي دقيقه عدت، دقيقة عدت، كمان دقيقة، كمان دقيقة كده بقى خمس ستة اهو. لا استنى بقى الدقيقة كده بقى، استنى استنى استنى، ما انقلبش، وقف. هو ده البلدي، هو ده الكوايجوليشن تايم. عشان كده بيقول تايم از ريكورد وين تيوب كان بي انفيرتد. انفيرتد يعني ايه بقى؟ تنقلب، لما تقلبها خالص. وزاوت سبليتنج اوف بلاد او زاوت سبيلنج اوف بلاد، من غير ما الدم يقع منها. اذر تيوب از يوزد فور كونفرميشن. يعني انت اول ما تقلب واحده وخلاص الدم ما يقعش، الثانيه كمان اقلبها، نزلت منها خلاص ما نزلتش، يبقى اكيد في غلطه حصل. وده بالنسبه للتست تيوب ميثود. بالنسبه للكلينيكال سيجنيفيكانس بقى، اهميه الاختبار ده ايه؟ مكتوب عند حضرتك بيقول كواجوليشن تايم بيعتمد على وجود كلوتنج فاكتور. وما تنساش احنا في الكواجوليشن تايم بنقيس كفاءه مين مش مين، بنقيس كفاءه عوامل التجلط مش البليتلت، بنقيس الكلوتنج، لان بنقيس الانترنس. وبالتالي الكواجوليشن تايم از برولونجد ان اول اوف ذا فولوينج اكسبت. بعد اذنك ما تقرأش الاختيارات، لان الاختيار هيبقى بيربرا. هي البيربرا كان مين اللي برولونجد بليدنج تايم؟ يبقى مين النورمال؟ كواجوليشن. فاكرين مين اللي كان نورمال في البليدنج؟ الهيموفيليا وفيتامين كي. الاثنين دول برولونجد في الكواجوليشن. مكتوب عندك بيقول ايه بقى؟ اتس برولونجد ان هيموفيليا. والهيموفيليا دي كانت ثلاث حاجات، ثلاث انواع، حاجه اسمها هيموفيليا A وهيموفيليا B وهيموفيليا C. هيموفيليا A كانت نقص فاكتور 8، هيموفيليا B كانت نقص فاكتور 9، هيموفيليا C كانت نقص فاكتور 11. الكلام ده كان في النظري. هنا كاتب لك بيقول لك it is prolonged in هيموفيليا اللي بيبقى فيها نقص فاكتور كام او كام او كام، 8 او 9 او 11، او مرض اسمه البارا هيموفيليا. البارا هيموفيليا بيكون نقص فاكتور دي 5 من 7، نقص فاكتور 5. او فايبرينوجينيميا، فايبرينوجينيميا. بص الكلمه معناها ازاي، فايبرينوجينيميا، مفيش فايبرينوجين في الدم، او هايبو فايبرينوجينيميا، نقص الفايبرينوجين في الدم، او فيتامين كي ديفيشنسي. يبقى الحاجات اللي كانت نورمال هناك في البليدنج تايم بقت برولونجد
في الكواجوليشن تايم. امال مين اللي نورمال بقى؟ البربر. يبقى لو سالتك كواجوليشن تايم از برولونجد بطريقه سهله خالص اهو. كواجوليشن تايم از برولونجد ان اول اوف ذا فولوينج اكسبت هيبقى البربر. امال لما اقول لك البليدنج تايم، بليدنج تايم هيبقى برولونجد في مين؟ في البربر. الاربعه بي. امال كان نورمال في مين؟ كان نورمال في هيموفيليا وفيتامين كي ديفيشنس. هو الاسبرين كان يطول مين؟ امال الاستيرويد كانت تاثر على ايه؟ على الفراجيليتي، على الفراجيليتي. وده كده بالنسبه للهوميوستاتيك فانكشن اوف بلاد. بكره ان شاء الله هنخلص تجارب البلاد.